السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية والعالمية بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة القدس العربي، العراق: أمريكا تقلص قواتها القتالية في قاعدتين بالأنبار وأربيل. في صحيفة الزمان، مالية البرلمان تستبعد تمرير موازنة العام المقبل خلال الدورة الحالية. في صحيفة العربي الجديد، العراق: نزاع عشائري في ذي قار يتسبب في إحراق وتعطيل مشاريع خدمية. في موقع الحرة، ميقاتي متحدثا عن شحنات الوقود الإيراني: أنا حزين لانتهاك سيادة لبنان. في البيان الإماراتية، الجيش الأمريكي يعتذر عن مقتل 10 مدنيين بالخطأ في كابول. صحيفة الخليج الإماراتية تقول: الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها في أفغانستان وتطالب بحكومة جامعة. أما صحيفة الشرق الأوسط فقالت: فرنسا تستدعي سفيريها لدى أمريكا وأستراليا بسبب صفقة الغواصات. تحت عنوان الانتخابات العراقية المقبلة: الناخبون والفائزون المحتملون، قال معهد بروكينغز في تقرير له إن الانتخابات المبكرة في العراق كانت إحدى أهم مطالب تظاهرات تشرين في العام 2019. وأضاف المعهد أنه من المرجح أن تشهد الانتخابات حملة مقاطعة واسعة من قبل نفس النشطاء الذين طالبوا بها بسبب البيئة غير المواتية قبل الانتخابات. التقرير يقول إنه من السهل معرفة نتائج الانتخابات المقبلة، حيث يتنافس فيها الأحزاب والقوائم نفسها التي خاضت انتخابات عام 2018، وهي نفس القوائم للأحزاب، أحزاب الصدر والحكيم والمالكي والعامري وغيرهم ممن قادوا العملية السياسية من بعد عام 2003 وتسببوا في الأزمات التي تشهدها البلاد. وأشار التقرير إلى أن النتيجة المحتملة للانتخابات هي الانقسام بين التحالفين الرئيسين سائرون وفتح وحلفائهم من الأحزاب الكردية، وهو ما سيؤدي إلى مفاوضات مألوفة حول مرشح كحل وسط لرئاسة الوزراء، والذي يمكن أن ينتج عنه إما مستقل ضعيف أو شخص مدعوم سياسيا ينظر إليه على أنه متورط للغاية في النظام السياسي. وأضاف معهد بروكينغز أن البيئة الأمنية الحالية في العراق واحدة من أكبر العقبات أمام المشاركة السياسية الفاعلة، مشيرا إلى أنه منذ نهاية ثورة تشرين تحول العنف ضد النشطاء من القتل العشوائي إلى الاغتيالات الممنهجة. واختتم المعهد تقريره بالقول إنه حتى موعد الانتخابات سيكون هناك دائما فرصة للاحتجاجات في العراق، طالما أن المظالم الأساسية المتمثلة في ضعف الخدمات وإنهاء الفساد ومحاكمة القتلة ما زالت غير متحققة. ما يجري في العراق الآن يمكن اختصاره بكلمات محدودة وربما ثقيلة لكنها واقعية، خلاصتها أن السياسة تسعى لتحقيق أهدافها الحزبية والشخصية ولو على حساب الوطن والمواطن، ولهذا صرنا أمام حيرة مركبة وتناحر متشابك وتنافر مقزز وتنافس دموي وتصارع منفر وخطاب مسموم وتواصل مزيف وتلاقح سقيم وسياسات غير ناضجة وتجمعات مريضة وأفكار سوداوية. هذا ما أشار إليه جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21. من المؤسف أن غالبية الخطابات السياسية السلبية والإيجابية الصريحة والمغلفة بالدين صارت مسيرة لكثير من العراقيين، وبالذات أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم أن يخدروا عقولهم ويجعلوها قشة في مهب الريح. لقد كان الخلل في المسار الواقعي العراقي نتيجة متوقعة لركض الكثير من المواطنين وراء دعوات بعض السياسيين كيفما كانت، دون تمييز فكري وعقلي بينها.
هذا الخلل العام في البلاد نتجت عنه مناحرات واعترافات ساحقة، ومنها تصريح النائب باسم خشان الذي وصف ادعاءات الإصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية أنها منافقة وبأنه زعيم لكتلة فاسدة. وهذا أخطر وأكبر وأشد وأقسى هجوم إعلامي ومن شخصية برلمانية يتعرض له التيار الصدري من داخل العراق. وبعد خمس ساعات تلقى الخشان تهديدات صريحة من الصدريين، ومع ذلك وجدناه يؤكد موقفه وذكر أنه متمسك بموقفه. وبعد التهديدات أصدرت عشيرة الخشان بيانا تؤيد فيه تصريحات النائب الخشان، وحملت الصدر مسؤولية أي اعتداء يحصل على النائب. هذه التطورات السياسية والشعبية تؤكد أن العراقيين واعون لما يدور حولهم، وأنهم رافضون لكل صور الضياع والفساد، ومستعدون لقول كلمة الحق مهما كانت التضحيات، وكل ذلك من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وسلامة الوطن. الكاتب يرى أن من أخطر المؤامرات على العقل الجمعي هو المال السياسي ومحاولات التخدير المغلفة بدعاوى دينية غير نقية ولغايات سياسية. منذ 18 عاما والشعب العراقي يواجه محنا لا حصر لها، اليوم نجد أنفسنا في حالة استسلام للواقع المزري، فلا نحن قادرون على مقاومته ولا نحن مستعدون حتى للاستسلام له. محمد حسن الساعدي يقول في صحيفة الزمان: إن تلك هي محنة كبرى، حين يعجز المرء عن فعل شيء ولا يستطيع أن يقبل بالتعايش مع واقعه. ظل الإعمار حبرا على ورق أو حديث إعلام من دون أن يتحقق ولو قدر بسيط منه، إلا أن تلك الحال حال المال الفائض وقلة الخبرة والزمن المهدور بلا فائدة قد أنتج فسادا ماليا وإداريا يشبه زلزال تسونامي إلى حد كبير. ومع أن الفساد بنوعيه المالي والإداري لم يكن وليد هذه الحال المتأخرة للعراق وشعبه، إلا أنه أي الفساد وجد بيئته المناسبة وحظي برعاية كبار المسؤولين من جهة. أكثر من 18 عاما انقضت من دون أن يتقدم العراق خطوة واحدة إلى الأمام، وهذا لا يعني أن الحكومات المتعاقبة نجحت في التغيير، ولكنها متهمة بالفساد بشكل مضطرد. وبناء على كل ما تقدم فإننا على يقين بأن البلد يتجه نحو الهاوية، ورئيس الحكومة يكاد يكون منعزلا عن الواقع، بل إنه لا يدري بما يعانيه العراقيون من ضيق العيش، وقد تحولوا في كسب رزقهم من الزراعة والصناعة والتجارة إلى البحث في المزابل عن القنان الفارغة أو الأدوات المستخلكة ليبيعوها ثم يأكلوا خبزا بثمنها. بلد 30 مليون مواطن والذي يزيد دخله السنوي على 100 مليار دولار، لا يجد أبناؤه سبيلا للعيش غير البحث المضني في القمامة، بينما تجد الكثير من المسؤولين يسرقون المال العام وبه يعمرون بلدانا أخرى. الكاتب يضيف أنه لا الكاظمي ولا غيره من السياسيين القابضين على السلطة يملكون رؤية واضحة عما هو مطلوب منهم أو يترتب عليهم، ولا أعتقد، يقول الكاتب، بأن تغييرا جذريا سيحصل من دون هؤلاء الساسة، فنحن نسير غير مخيرين إلى مصير لا يعلمه إلا الله. تناولت صحيفة القدس العربي موضوع شحنات الوقود الإيراني التي وصلت إلى لبنان، وقالت في افتتاحيتها: إن حكومة ميقاتي ومنذ أيامها الأولى واجهت وقائع يمكن أن تضعف من مصداقيتها وتدلل على مطبات سياسية كبيرة قد تودي بها، وجاءت باكورة هذه المطبات من حزب الله عبر دخول صهاريج الوقود التي عبرت الحدود السورية اللبنانية لتصل إلى مستودعات الحزب الذي يشكل ذراع السيطرة السياسية الإيرانية في لبنان. حصول العبلية على شكل استعراض سياسي كبير رفعت فيه أعلام الحزب وصور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد إعلان الحكومة جاء إعلانا عن القوة الفائضة التي يملكها حزب الله. المفارقة الكبيرة هنا إن هذا الاستعراض الذي قام به الحزب علنا
يتناقض مع ما قام به سرا على مدى السنوات الماضية حين كانت صغاريج مماثلة وبحماية من الحزب نفسه تعمل على تغليب الوقود اللبناني المدعوم من الحكومة إلى سوريا لدعم النظام المتهالك هناك وإفلاس خزينة الدولة اللبنانية هناك. لقد حول إفلاس الدولة اللبنانية الذي جرى لعقود من النهب المكثف على يد الطبقة السياسية الحاكمة الصراع الذي كانت تستخدم فيه الصواريخ والمدافع والبنادق إلى صراع على المازوت والغاز. وفي مواجهة استغلال الحزب للتدخل الاقتصادي لتوظيف الوقود الإيراني في المعادلة السياسية اللبنانية، قام خصومه بدورهم بالتفكير بحل معقد يتمثل في محاولة تمرير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن ثم سوريا، في تجاوز لقانون قيصر الشهير وفي طريقة لإنجاز تطبيع مزدوج بحسب اتجاهات الأطراف مع النظام السوري من جهة الأمريكيين ومع إسرائيل من جهة نظام الأسد ومع كل هؤلاء من جهة المنظومة اللبنانية. الصحيفة ترى أن الحكومة اللبنانية لا تجد في ظل هذا الإفلاس السياسي والاقتصادي والأخلاقي غطاء تتغطى به، فما عليها سوى أن تتلقى الصفعات فيما يسخر اللبنانيون من أداء وزرائها المشغولين بالأكاذيب حول الصين وفرنسا وبمطالبة وزير إعلام لصحفيين مثله بعدم القدوم إلى بلده إذا كانوا من المبشرين بالجحيم، ناسيا أن رئيس لبنان هو من قال إن البلاد تسير إلى الجحيم. عمليا بدا في الأشهر القليلة الماضية أن إيران تتعامل بشيء من الاستخفاف مع التحذيرات من فشل مفاوضات فيينا التي بدأت في آذار الماضي وعقدت 6 جلسات فاشلة ثم توقفت في حزيران، وكذلك مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي دأب على القول إن واشنطن لن تنتظر مفاوضات فيينا المتوقفة إلى الأبد. راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن النظام الإيراني لا يزال يراهن على أمرين مهمين نتعرف عليهما في بقية المقالة. تراجع النفوذ الأمريكي من خلال بعض الانسحابات من الشرق الأوسط وأيضا الخروج الأمريكي الفاضح من أفغانستان. ثانيا، المضي في عمليات تصعيد التخصيب النووي بعد تعطيل أعمال المراقبة التي كانت تقوم بها وكالة الطاقة الذرية الدولية. كانت الأمور متوقفة كليا في فيينا، وقال موقع بوليتيكو إن نافذة إحياء الاتفاق النووي قد أغلقت بعدما نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين يكشفان عن رفض إيران تقديم إجابات مرضية حول التحقيق أو التحقق من أنشطتها النووية، وأنها تعرقل بشدة أعمال المراقبة المهمة التي يقوم بها المفتشون الدوليون. وبإزاء هذا رسم روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران علامات استفهام كبيرة حول مصير مفاوضات فيينا، قائلا إن النظام الإيراني تنتظره عقوبات جديدة أو اتفاق منفصل ببنود جديدة. يوم الأربعاء الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن خبراء يدرسون البيانات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفوا أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد، ويحذر الخبراء من أن طهران تضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال تعزيز إنتاج الوقود النووي في وقت تحولت المفاوضات في فيينا التي عقدت 6 جلسات منها حتى الآن إلى مجرد ملهات أو مجرد تغطية للمضي عمليا في تصعيد التخصيب. الكاتب يضيف أنه بعد 7 أشهر من بداية المفاوضات بدا أن فيينا كانت بالنسبة إلى النظام الإيراني مجرد تمويه للمضي في التخصيب النووي، والكرة الآن ليست في ملعب طهران بل في ملعب واشنطن وشركائها الأوروبيين، بعدما لم تنسحب أمريكا من الشرق الأوسط وأفغانستان فحسب بل انسحبت مما هو أهم، أي هيبة الردع التي يتخلى عنها بايدن عبر سياسته الحالية. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطبق النهج الذي استخدمه سلفه دونالد ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية،
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب فريد زكريا إلى الخطاب الذي سيلقيه بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وقالت إنه يأتي في لحظة مهمة من رئاسته وسيترك أثراً حول طريقة تعامل الخارج معه. بعد 8 أشهر من مراقبة الخطاب والأزمات التي واجهت الإدارة الحالية، يشعر الكثير من المراقبين الأجانب بالدهشة وحتى الصدمة لاكتشافهم أن سياسة بايدن الخارجية وفي كل مجال ليست سوى استمرارية لسياسة دونالد ترامب ورفض لسياسة باراك أوباما. وجزء من هذا الفزع ناجم من الطريقة التي تصرف بها بايدن وقراره من طرف واحد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ونقل الكاتب عن دبلوماسي ألماني قوله إن إدارة ترامب وحسب رأيه كانت تستشير برلين أكثر من هذه الإدارة، وكان هذا واضحا في قضايا محددة كاتفاق الغواصات الذي أغضب فرنسا، إلا أن القلق المتنامي يذهب أبعد من حادث بعينه. ولاحظ دبلوماسي أوروبي أنه بالتعامل مع واشنطن في موضوعات كاللقاحات إلى القيود إلى السفر، فإن منطق سياسة بايدن يقوم على شعار أمريكا أولا، رغم خطابه عن عودة أمريكا إلى العالم، وبرغم انتقاده إدارة سلفه ترامب وفرض الضريبة والتعريفات الجمركية، إلى أن بايدن أبقى عليها بدون تغيير، وفي الحقيقة تم تمديدها لأن معظم الإعفاءات لهذه السياسات قد انتهت صلاحيتها. ويحاول حلفاء الولايات المتحدة المهمون في آسيا دفع بايدن للعودة إلى اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك، وهي نفسها التي أثنى عليها بايدن حين التفاوض عليها في عهد أوباما، وبدلا من ذلك وضعت الخطة على الرف. وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أكثر مثال ينم عن توجه بايدن بنفس الطريقة التي اتخذها ترامب في السياسة الخارجية، هو الاتفاق النووي الإيراني، حيث يحاول بايدن إطالة أمد وتقوية الاتفاق، مع أنه كان من المعارضين لفكرة التفاوض من جديد، كما أن استراتيجيته لم تنجح حتى الآن، فقد زاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب من 300 كيلوغرام عام 2008 إلى 3000 كيلوغرام في أيار الماضية. تستعد سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت لتجزئة أو لتجربة استخدام سيارات ذاتية القيادة في توصيل الطلبات إلى منازل العملاء في 3 مدن أمريكية من خلال الشراكة مع شركتي فور موتور كورب لصناعة السيارات و RAI لتكنولوجيا القيادة الذاتية. وستتيح هذه الشراكة لسلسلة المتاجر توصيل الطلبات في محيط ميل واحد من المتاجر باستخدام السيارات ذاتية القيادة في مدن ميامي وأوستن والعاصمة الأمريكية واشنطن. ومن المقرر توفير هذه الخدمة الجديدة لعملاء وول مارت داخل المناطق المحددة في المدن 3، على أن يتم توسيع نطاقها بمرور الوقت ومع بدء اختبار الخدمة الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي. وسيتم استخدام سيارات فورد مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية لتوصيل طلبات العملاء. إلى أبرز ما رسم فنان الكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله.